سبرينج نيل لهذا الموسم 2023-2024 2-2، ويبقى الوضع على ما هو عليه. الاثنين عادلة عدد نقاط الزمالك اللي في المركز السابع بالوصول للنقطة رقم 5، بلدية المحلة والاتحاد السكندري الاثنين بنفس رصيد تعادلين وهزيمة وفوز وحيد في مشوار الدوري لهذا الموسم. حسام أشرف سجل هدفي البلدية في الدقيقة 13 والدقيقة 40، وكان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضاع للشوط الأول بنجامين بواتنج، وكان سجل في الدقيقة 82 هدف التعادل، هدف النقطة الأحسن مما فيش من المحلة للزعيم الاتحاداوي، كان سجله إسلام مسلم. اختام المباراة، شكرا لكم، تحياتي محمد عفيفي، نلتقي بإذن الله في مباراة قادمة على خير بعد الفاصل مع زميل العزيز المتألق شادي عيسى إلى جوار الكابتن المتألق عمرو الخشاب، وحديث أوفى عن ما جرى فنيا في أجواء وأحداث هذه المباراة. 2-2 البلدية الاتحاد. هذه المباراة برعاية نايل ديفلوبمنت، برعاية عبور لاند طعم الجبن الأصلي، برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر، برعاية مولتو معاك على الحلوة والحدقة، برعاية دومتي رقم التسجيل الضريبي 1087389، برعاية مستشفى 57357 رحلة علم هدفها الحياة. صوت الرياضة في مصر. أوبا، دلوقتي منال كتبت جبنة وسابتها عايمة، هتعمل انت دلوقتي؟ هو كده كده عبور لاند، بس ايه بقى؟ ما انت لو جبت جبنة قديمة ممكن تطلع من انا عاوز حاجة تانية وتسمع الجملة اياها. ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. بص، انت تجيب ملح خفيف واللي يحصل يحصل. بقولك ايه، انت متأكد من القرار ده؟ ده لا 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 لا، خلاص. واحدة رومي وواحدة شدر بقى وخلاص. انت ما بقتش تحبني زي زمان. طب ما بسطرمة، انت كده في حوار كبير يا معلم. طب وبعدين؟ معلش نسيت اكتب لك ان الجبنه عبور لاند فلامنك. السؤال صعب بس الاجابه عبور. دلوقتي عبور لاند بتقدم لك انواع جبنه مختلفه، رومي، شيدر، فلامنك، بسطرمه، وجبنه قديمه وغيره. يعني اي سؤال عن الجبنه اجابته عبور. عبور لاند طعم الجبنه الاصلي. مش دي توينكس دبل كريم؟ اه. طب خلي بالك بقى علشان هضرب وشك. ما تزودوهاش، احنا زودناها كفايه. توينكس دبل كريم الجديده زودنا الكريمه الدبل. توينكس قلبها ابيض. رقم التسجيل الضريبي 204-984-548. السؤال صعب بس الاجابه عبور. دلوقتي عبور لاند بتقدم لك انواع جبنه مختلفه، رومي، شيدر، فلامنك، بسطرمه، وجبنه قديمه وغيره. يعني اي سؤال عن الجبنه اجابته عبور. عبور لاند طعم الجبنه الاصلي. تكتك ايزي تنجز ولا تقفش، سهلة اهو. تكتك لأي سيرفيس ما تعدش، سهلة اهو، سهلة خالص. ماي اتصالات ايزي، تكتك تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 235-071-579. السؤال صعب بس الإجابة عبور. دلوقتي عبور لاند بتقدم لك أنواع جبنة مختلفة، رومي، شيدر، فلامنك، بسطرمة، وجبنة قديمة وغيره. يعني أي سؤال عن الجبنة إجابته عبور. عبور لاند طعم الجبنة الأصلي. دومتي عمل دومتي سوبريم، ساندويتش في عيش مختلف، ممكن تاكله بقى في أي وقت في أي حتة. إيزي الجاكيتة جيب البسلة، بسبب ما في الفضاء بالفانيلا، في الحفلة بتستلم الجايزة تلف. إيه ده، مش أنت ده كابتن. جديد من دومتي، ساندويتش في عيش مختلف بعشاب وتوابل وأطعمة مش كتير جميلة. دومتي سوبريم في أي وقت في أي حتة. رقم التسجيل الضريبي 1783-89. نزل ابلكيشن ماي اتصالات وهيجي لك دقايق وميجا بايتس هديه عليه. ماي اتصالات ايزي، تك تك تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 235-071-579. اي سؤال عن الجبنه اجابته عبور. عبور لاند طعم الجبنه الاصلي. بعرف اعدي لحد 10، بس عدد كلاسات الكيماوي اكتر من كده. يمكن وقتها أول مرة كنت بخاف، بس دلوقتي بخاف أكتر من زعمهم علي وهي شايفاني بتواجه. أنا لما بتعب مش بتعب لوحدي، ولما أخف كلنا هنخف ونفرح من تاني. دي رحلة مريض السرطان اللي مليانة تفاصيل كتيرة، خليك جزء من رحلتهم وتبرع بصدقة جارية، أو تكفل بالك طفل بالكامل، أو حتى ساهم في علاجه. كل تفاصيل الطفل وتكاليفه تقدروا تلاقوها من خلال موقع المستشفى الرسمي. ساعدونا وخليكم جزء كبير من رحلتهم. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان
رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019. نزل أبليكيشن ماي اتصالات وهيجي لك دقايق وميجا بايتس هدية عليه. ماي اتصالات إيزي تك تك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 235-071-579. انتوا لسه بتسمعوا استوديو 93.7 مع شادي عيسى على 93.7 اون سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. وعدنا مرة تانية وانت